السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة. النهاردة 25/2/2023 الموافق السبت، الله يبارك في الجميع. طبعا إن شاء الله نعمل مكافحة سريعا. أنا خلصت مكافحة في المنحل ولكن قلت لابد إن أنا أصور فيديو، فالله يبارك في عمركم. قطعة من القماش تمام، حط فيها الجرعة بتاعتي اللي انا هكافح بالفورميك تمام. يعني لو عندي خلية فرضا 7 براويز 8 براويز تمام، احط الجرعة بتاعت الفورميك على قطعة القماش او ممكن كرتون مفيش مشكلة تمام، وتكون موجودة على ظهر البراويز تمام. طبعا الفورميك يتبخر للاسفل وبالتالي يحدث تساقط للفروة. طبعا ده تركيز 65% فورميك اسيد تمام. طيب الله يبارك فيكم، الخليه اللي انا عندي تمام انا حطيت فيها شريحه كرتون ولكن قلت ازود الجرعه شويه تمام. فدلوقتي هحط الله يبارك فيكم زي ما انتم شايفين كده دي 3 سنتي تمام، واحط كمان برضو 3 سنتي طبعا الله يبارك فيكم. لو جينا نبص على القطعة دي تمام من الخلف يا دوبك مفيش اي تنقيط عامة يعني تمام. على العموم الله يبارك في الجميع، دي خلية انا حطيت فيها طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت فيها شريطة من الكرتون تمام اهي، بس انا قلت ان الجرعة تزيد شوية تمام. طبعا شريحة الكرتون دي فيها فورميك تمام، فقلت لما تزيد شوية الجرعة فبالتالي الجرعة اللي انا احطها الزيادة احطها في الخلف تمام. دي طبعا قطعة القماش اللي احنا حطينا فيها الفورميك تمام، فخلاص ده اللي انا هحطه كده تمام. اصبح بالتالي قفلت الخلية بتاعتي، اتبخرت الفورميك هيتبخر للاسفل تمام، يحدث تساقط للفرو وده اللي انا عاوزه تمام. طبعا قفلت قطعه القماش بتاعت. طب في الله يبارك في الجميع، لو واحد مثلا مش عاوز يفتح الخليه، طبعا بالمناسبه الله يبارك في الجميع بس توقيت حاليا ربما يكون الساعه 6 مساء، خلاص المغرب هيأذن. انا انتظرت كل النحل يخش في المنحل بعد العوده من السروح واكافح الفرو تمام. طب لو واحد الله يبارك في الجميع مش عاوز يحط قطعه من القماش زي ما انا حطيت تمام، ومش عاوز يحط قطع الكرتون، ممكن يحط الفورميك اسيد على البراويز من الاعلى على الخشب نفسه، موجود فيديوهات في القناه تمام. ممكن واحد يفتح الخلية يفتح الغطا فقط ويقوم رشش الفورميك اسيد هنا تمام. نار ما هيرش مثلا 3 سنتي 4 سنتي 5 سنتي حسب مقدار الجرعه اللي هيكافح بيها، يرشها في الاعلى تمام، ويقفل الغطاء بتاع الخليه تمام، ولا يحدث اي مشكله. يعني مقصود كلامي الطرق كتير، اهم شيء في الموضوع دوت وهو المقدار بتاع المكافحه. طبعا دي الخليه الله يبارك فيكم اهي تمام، ما شاء الله ما فيش نحل واقف على فتحه السروح او ما شابه ذلك، وده ان دل على شيء الله يبارك في الجميع يدل طبعا على ان الاجواء حاليا باردة صح ولا لا؟ ربما يكون مثلا درجة الحرارة في حدود مثلا 17-18 درجة تمام. فالله يبارك في الجميع، حبينا بس نقول على الشيء ده. طبعا كنا عاملين فيديو فيما يخص النصائح اللي الواحد لابد ان هو يكافح فروة، تكلمنا على الشيء ده تمام، وده مهم بالخصوص ان الأجواء لما هتيجي تدفي ان شاء الله نشاط النحل
يحتاج باستمرار ان انا اكافح. اتمنى يكون الصورة واضحة، حدش ينتظر ان الفروة تستفحل. تمام، العملية سهلة جدا. الله يبارك في الجميع. انا كنت مقطع شرائح كرتون زي اللي انتم شايفينها في الداخل دي، تمام، بالعدد بتاع المنحل كله، تمام، وبعد كده حطيت عليه الفورميك اسيد، اصبح بالنسبة بالتساوي، وزعت على الخلايا كلها، تمام. ولكن للاسف ما تذكرتش اصور فيديو الا بعد ما خلصته خالص، فحبيت ان انا اضيف للخليه اللي انا طبعا فتحتها ديت، نسال الله يا رب يبارك للجميع، اضيف لها جرعه ازيد، تمام. وبالتالي حطيت زي ما انتم شايفين كده الفورميك في الداخل، وقلنا ان ايه ننزلها. طبعا الله يبارك في الجميع، لو في احد من الاخوان مثلا بيقول لي انا الوقت مش هينفع او مش هيناسبني الوقت ان انا اكافح قبل المغرب بعد ما النحل كله يجي من السروح، مفيش مشكله، تمام، ممكن تكافح الصبحيه، تكافح الظهر، اهم حاجه انك تكافح. على العموم النحل اللي بيكون في السروح، تمام، اخره في السروح في الخارج كام؟ معدل مثلا 5 دقائق 7 دقائق، تمام. والفورميك اسيد في الداخل، في داخل الخليه، ممكن يتبخر يجلس حدود 2 3 ساعات، تمام، بيقوم بالاعمال بتاعته داخل الخليه، اصبح النحل اللي هيجي من السروح فهو بالتالي هيخش وهيطوله، هيطوله الفورميك اسيد عند عمليه المكافحه. طبعا اللي عنده فورميك اسيد 85% وفورميك اسيد 100% يفضل تنزل التخفيف بتاعه، تمام، ما هو صعب جدا، تمام، انك تنزل التخفيف بتاعه ال 65 مش صعب، تمام. هتضيف حوالي 400 مللي من الميه على الواحد لتر فورميك اسيد تركيز 85% عشان تنزله لما بين 60 إلى 65%، آمن على الملكات، تمام، وده اللي احنا عاوزينه، ان هو يكون آمن على الملكات، تمام. طبعا لو انت عندك بعض الخلايا فيها ملكات عذارة، انصحك ما تكافحش الخلايا دي الا لما الملكة تتلقح وتضع البيض. وطبعا زي ما احنا قلنا في الفيديو السابق اللي هو بتاع مكافحة الفروة، الافضل ان الخلايا الام اللي انت هتقسم منها هي اللي تكافحها وتنظف النحل بتاعها، تمام. طبعا بالنسبة للمقادير بتاعت المكافحة في الفورميك اسيد ذكرناها قبل كده في فيديو كان في شهر 6 ميلادي العام الماضي، ذكرناها في شهر 8 برضو فيديو لمكافحة الفروة، ذكرناها في شهر 10 او مكافحة الخريف برضو، تمام. مقصود كلامي فيه 3 أو 4 فيديوهات على القناة فيما يخص المكافحة بالفورميك اسيد. طبعا الاوكزليك نبهنا ان في التوقيت الحالي اللي احنا فيه، تمام، ننتظر شوية. اللي مستعجل يتحمل بقى مسؤولية نفسه، أنا عن نفسي الأوكزليك بأنبه وبأحذر منه في التوقيت الحالي، تمام. فورميك ممتاز، اللي ما عندوش فورميك استخدم المادة اللي بتعطي نتائج عندك. أنا مش بقولك الفورميك أسيد دوت يعني شرط أساسي ولا لابد منه، لأ، أنا بقولك لو متاح، لأن معظم البلدان العربية ما شاء الله متواجد فيها، تمام. في بعض البلدان ربما بتقابل صعوبة شوية، أو في صعوبة بتقابلها في الموضوع ده، أتوقع منهم الإخوان من الجزائر، كان في أخ عصام أتوقع كان تواصل معايا، وتونس كذلك بيلاقوا صعوبة شوية في عملية الفورميك. يعني المغرب موجود ولكن بأسعار عالية شوية، ولكن احنا بنتكلم للي متاح عنده، اللي متاح عنده. فنسأل الله يا رب التيسير للجميع، والله يسر الحال. طبعا الله يبارك في الجميع، فتحات التهوية ديت مغلقة زي ما هي، لان مازال الاجواء برضه ما فيهاش استقرار يعني، تمام. الله اكبر الله اعظم. طبعا زي ما انتم سامعين الله يبارك فيكم، اذان المغرب ما شاء الله يعني اذن، فالله يبارك في الجميع ونسال الله التيسير. لو في اي استفسار فيما يخص الموضوع دوت ان شاء الله يعني ايه يكون تحت امركم. مشكورين شكرا جزيلا، السلام عليكم.